مسؤولين مؤسسات التعاون على الخير او غعنت كويست مداريستا دغموين كدقو شي بلديق يا حقل ايا مانتا امتحان كي كا قاداي سنادلا ارديدا واخ كبرت مدارسدا انلور دي دغمداسي حقل اي غوبلكا ساحل وحنا فريتان كا امتحانات كاسي كا لي شيخ محمد عبد الله جاما او كميدا مسؤولين مؤسسات التعاون على الخير اي غعنت كويست مداريستا سي وحنا ورديدا كولا دردارمي اسلامركانا كوبوري اني استيجيال وقتييدا لو غودو جيرو امتحانات كاسي waxaa degmada xagal ka bilaabmaya imtixaankii sanawiga ahaa ee madrasada an-nur ee taxfiidka qur'aanka ayaa ka bilaabmaya in sidaas baan u furan yahay oo ku bilaabmaya hadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigo sidoo kale waxaa si rasmi ah loo bilaabay isla markaana loo daafuray imtixaankii laga qaaday ardayda wax ka barata madrasada al-nur ee degmadaasi xagalee gobolka saaxil a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim innal ladhiina kafaruu sawaa'un 'alayhim maadhartahum am lam tunzirhum laa yu'minuun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم ما كفر لو شاء الله ما تتروا لكن الله يفعل ما يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين فمن تضوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة ولا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء الشيطان الرجيم يا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أي من المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريقا منكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا منكم خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قالوا من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.